للشعب الصحراوي بهذه الذكرتين الغاليتين لهم، الوحدة الوطنية واليوم الوطني للخيمة، ونحن مصممين على تحرير الصحراء الغربية وكل الوطن والشهادة. وهي أول ذكرى وأول عمل معدل يوحد الشعب الصحراوي التي ثمارها هو اللي عشنا فيه اليوم وبنينا به دولة. وحدنا شعب كان قبائل متشتتة يتلاعب بها الاستعمار هنا وهناك، فأصبح شعب حضري متوفر على كامل المؤسسات. من هون نقول عن ممثلنا الوحيد والشرعي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب. ما يمثلنا شيوخ، ما يمثلنا مغرب، ما يمثلنا حد ثاني، تمثلنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب. من هون نعلنوا تضامننا اللامشروط مع الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، ورانا كاملين الناهض الاحتلال وليه نتموا بإذن الله مواصلين حتى نيل حريتنا واستقلالنا وكل الوطن أو الشهادة.